الشيخ عبد الكريم الجزائري، أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، كان يمكن قبل 80 سنة، يقول في يوم من الأيام طرقت الباب، باب البيت، فجئت إلى الباب وشفت عند الباب الشيخ علي القمي، الشيخ علي القمي من أكابر الزهاد المقدسين، كان معروف النجف الأشرف بالزهد والعبادة والتقوى. فتحت الباب فأعطاني مال الشيخ علي القمي، قال هذا طلبك اللي تطلبني. الشيخ علي القمي كان مقترض من الشيخ عبد الكريم، هذا طلبك. فقلت له تفضل اشرب القهوة، اقعد. شرب القهوة ايش قد يطول؟ 2 دقيقة 3 دقائق، كم دقيقة؟ قلت تفضل. قال لا يجوز لي ان ادخل. قلت له ليش؟ لا يجوز لي ان ادخل، يعني حرام ان ادخل. قال لاني مطلوب الى انسان اخر، وانا الان قادر على اداء الدين، لازم اول اروح ادي الدين الى ذاك الانسان الاخر، بعدين اجي اقعد عندك اشرب القهوة. حتى بهذا المقدار، يعني كم دقيقة يتأخر؟ وفرض 4 دقائق. الشيخ علي القمي الزاهد المقدس العابد ما كان يجيز لنفسه أن يتأخر مثلا 4 دقائق أو 10 دقائق. الآن أنا أقدر أؤدي الدين، فورا لازم أؤدي الدين.